بحث رئيس سوري بشار الأسد مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في دمشق عملية السلام ومساعي المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وقال مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل بوردين أردين أن الجانبين يتفقان على ضرورة أن ينجح الحوار الفلسطيني. ومن جهة ثانية ألغى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خطابا كان ينتظر أن يلقيه في دمشق لعرض موقف الحركة من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس في دمشق للمرة الثانية خلال أقل من 5 أسابيع، فخطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفعان المعنيين العرب بعملية السلام للتقارب بل وتوحيد المواقف وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية عن الرئيسين. عباس والأسد ينظران بإيجابية عموما إلى خطاب أوباما وبسلبية واضحة إلى خطاب نتنياهو. تحدث الرئيس أوباما من القاهرة عن شرق أوسط جديد وعن المستقبل، فيما تحدث نتنياهو عن ماضي وعن شرق أوسط قديم. الخطر على هذه المنطقة هو استمرار الأوضاع على ما هي عليه. الأسد وعباس اتفقا أيضا على الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبدا أن سوريا مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمساندة جهود المصالحة الفلسطينية. الجانب الفلسطيني يرى أن استمرار الانقسام لم يعد أمرا مقبولا لا فلسطينيا ولا عربيا. هناك قرار عربي بما فيه موقف سوري واضح، هم يؤيدون استمرار الجهود المصرية ولا اعتراض لديهم. كل ما هو مطلوب من الجانب السوري، كل ما تطلب سوريا هو نجاح هذا الحوار، ونحن متفقون على ذلك تماما. بعد قمة عباس الأسد ساد اعتقاد أن الاتصالات الفلسطينية السورية ربما تكون بدأت تثمر على صعيد المصالحة الفلسطينية. مدد الرئيس الفلسطيني زيارته إلى دمشق، وأجل زعيم حماس خالد مشعل خطابه المنتظر ربما لأخذ نتائج القمة بعين الاعتبار. يرى مراقبون في لقاء الرئيسين السوري والفلسطيني مرتين في شهر واحد دليلا على تقارب مواقف الطرفين واستعدادهما لاستحقاقات كبيرة تنتظرها المنطقة، ويتوقعون أن ينعكس ذلك إيجابا على الساحة الداخلية الفلسطينية. أحمد كامل، بي بي سي، دمشق.